السلام عليكم، معاكم دكتور صيدلي محمود قريطم. النهارده هنكلمكم عن افضل كريم للتسلخات الجلديه للاطفال والكبار والرضع. النهارده معانا كامونير كريم. زي ما حضرتك شفتوا كامونير كريم، ايه الميزه اللي في الكريم ده وايه اللي بيميزه؟ اول حاجه ان المكونات اللي فيه، كامونير كريم فيه اكسيد الزنك وفيه زيت الزيتون، ودي مواد ملطفة للجلد ومضادة للالتهابات. كمان في زيت البابونج، زيت البابونج ده ممتاز جدا، مادة مضادة للالتهابات ومضادة الحساسية قوية جدا. كمان في مادة ملطفة للجلد اللي هو ديكسابنسنول، وملطفة مرطبة وملطفة للجلد. كمان في الجليسرين، ده معروف بخواصه اللي بتساعد على تنعومة الجلد وتلطيفه. كمان في شمع العسل، وشمع العسل ده من المواد اللي بتساعد انها ترطب الجلد، وكمان لها خواص مضادة التهابات. طيب الكريم ده ايه الفرق بينه وبين الكريمات التانية زي الزنكوليف وزي بقية الكريمات؟ الكامونير فيه اصلا في مكونات موجودة في الزنكوليف اللي هو اكسيد الزنك وزيت الزيتون، كمان بالاضافة للمكونات اللي احنا قلنا عليها، سواء زيت البابونج، سواء الديكسابنسينول، سواء الجليسرين، شمع العسل. الميزة كمان اللي فيه ان الام ممكن تدهنه بعد كل حفاضة، مفهوش كورتيزون، مفهوش اي مواد ضارة. كمان الميزة كمان اللي فيه انه سعره رخيص، سعره حوالي 24 جنيه، سعره 24 جنيه، سعر رخيص جدا. كمان 100 جرام، يعني الحجم بتاعه كويس جدا 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 وبيكفي. وملمسه كمان مش ملمس دهني، يعني مش ما بيعملش ما بيسيبش، يعني مش ملمسه سميك، لا ملمسه ناعم وريحته جميله، فمش هيحيرك بعد كل غيار. كمان ينفع للكبار، الناس اللي هم كبار في السن واللي هم قاعدين الفراش وبيستعملوا عايزين يستعملوا حاجه للتسلخات والتهابات الجلدية، ممكن يدهنوه بعد تغيير كل حفاضة. الطريقة الصحيحة عشان ندهن الكريم ده، لازم بعد ما تغسليه كويس لطفلك لازم نشف كويس، لان المية بيئة مناسبة للفطريات، لازم نشف كويس ونحط بعد كده الكريم، لازم الجلد يكون جاف. الكريم ده كمان ينفع لو واحدة عايزة كريم ملطف ومرطب للجلد، لان احنا قلنا في مادة الديكسابنسنول والجليسرين، ودي مواد ملطفة ومرطبة للجلد. فلو في قشف، لو في خشونة، لو في زي نظام الجلد متشقق، ممكن الكريم ده ينفع عادي. استعمال الكريم ده للتسلخات والتهابات الجلدية وندهان بعد كل غيار، وكملطف للجلد ومرطب ممكن يستعمله مرة الصبح ومرة بالليل. الكريم ده من الكريمات المميزة جدا، وحتى اسمه كامونير كريم عشان فيه مادة الكاومايل اللي هو زيت البابونج. يا رب الفيديو يكون عجبكم، يا رب تكونوا استفدتم. سلام عليكم.